السيد الرئيس درجة العادة إن الشعب هو اللي يسأل وأصحاب السلطات هم اللي يجاوبوا، بس بعدك فخامتك انقلبت لي. يعني صحيح الشعب هو مصدر السلطات، بس واجبكم أنتوا اللي تعطينا الأجوبة الشافية والكافية والوافية. سيد الرئيس، حابب استفسر ليش وقت تسألت عن تعطيل الدستور ما سألت مين يلي عطل المجلس النيابي وما أمن النصاب إلا بعد ما ضمن وصوله على سدة الرئاسة؟ مين يلي عرقل وبعده عم بعرقل تشكيل الحكومات لحين وصول فريق السياسة على الوزارات يلي ادعوا فيها الإصلاح والتغيير، وللأمانة ما شفنا غير الفساد والتعتير. سيد الرئيس، وعدنا بمحاربة الفساد والإصلاحات، وين صارت هالوعود هيدي فينا نعرف؟ طيب الأموال المنهوبة شو أخبارها؟ وعدنا بمتابعتها واسترجاعها، وين صارت؟ ما تحقق ولا شيء منا، ولا شيء. ما عنا ولا قطاع ماشي صح، كلياته فساد. مرق لي لمرق لك، خطابك امبارح كان ببكي سيد الرئيس. نحن الشعب المعتر عم تسألنا لقلنا نحن أين وأين وأين ضمان الشيخوخة وأين الكهرباء؟ هيدا المفروض نحن نسألك يا سيد الرئيس. سيد الرئيس، تعرف انه في كتير عالم عم بتروح بالشفاطير وتموت بعرض البحر؟ تعرف انه في عالم عم بتموت قدام المستشفيات اللي ما بقى قادرة عم تجيب المواد الطبية، واللي كمان عم بذات الوقت عم بتصرح كتير من الطاقم الطبي بسبب الهدر والسرقة والفساد؟ تعرف انه نحن ما عم نلاقي بقى أدوية بالصيدليات، مع انه وزير الصحة طمنا انه حيأمن لنا الشهر الجاي لقاح الكورونا، بس في مجال تجيبولنا بنادول بداله؟ سيد الرئيس، الحريري بعد ما العالم نزلت على الشارع تذكر انه في اصلاحات لازم تنعمل، وتذكروا كلهم انه في ساد، كأنه قبل مدري مين كان بالحكم. بعد انفجار وكارثة بيروت، ثالث أكبر انفجار صار بالعالم واللي لهلأ ما بيّن شي عن تحقيقاته، إجا ماكرون وتعاطف مع الشعب اللبناني وطرح المبادرة الفرنسية يلي مثل العادة طارت مع المحسوبيات الطائفية السياسية، وكانت فعلاً شعلة أمل، بس الأمل راح. سيدي الرئيس، السدود اللي عملناها بلبنان وكلفتنا ملايين الدولارات معظمها ما فيها ولا نقطة مي. سيدي الرئيس، نحن ما كنا مسلمين وزارة الطاقة من سنة 2008، نحن بعدنا عايشين على الاشتراك وبعدنا عم ندفع فاتورتين. سيدي الرئيس، هيدي هي الوعود اللي وعدتنا إياها؟ وكمان سيدي، بعد عم تسألونا؟ سيد الرئيس، بتحكي وبتتساءل، بدك قضاء مستقل؟ من حوالي سنة وزيرة العدل بالحكومة المستقيلة أقروا التشكيلات القضائية اللي أقرها مجلس القضاء الأعلى، والكل وافق عليها وأزمع عليها ووقع عليها، وصلت توقيع لعندك. فيني أسألك فخامتك ليش ما وقعتها؟ وهيدا الحل الوحيد ليصير عندنا قضاء مستقل. سيد الرئيس، شفناك عم تعمل جولة على أبر النفط، فرحنا وهللنا وانبسطنا بالعهد القوي. للأسف نحن عايشين تحت خط الفقر. سيد الرئيس، يمكن إجا دورنا نسألك مين لازم يرسم الحدود البحرية، أو ليش لهلأ ما رسمت الحدود البرية؟ سيد الرئيس، المطار بإيد مين؟ تحملنا سيد الرئيس، تحملنا. سيد الرئيس، طلعت على التلفزيون سألتنا وتساءلت عن الإصلاحات، عن محاربة الفساد، وكأنه نحن الشعب صرنا السلطة التنفيذية، صرنا السلطة التشريعية. سيدي الرئيس، مش المفروض عهدك القوي هو اللي كان عم بيعمل الإصلاحات؟ يا ريت ترد علينا سيدي الرئيس.